نعم داليا، الهدوء منذ مساء الأمس بعد عودة الاتصالات والإنترنت عند 10 مساء بتوقيت الخرطوم، وظهرت الفيديوهات التي توضح وصول المحتجين إلى محيط قصر الرئاسي، وأيضا إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. ومن ثم ظهر أو أصدرت لجنة أطباء السودان المركزية بيان أوضحت فيه عدد الإصابات الذي وصل إلى 178 من الإصابات، منها 8 بالرصاص الحي و3 حالات هي غير مستقرة. الحركة هادئة اليوم في شوارع الخرطوم، وتستعيد أيضا تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين في بيانات معلنة واضحة ليوم 30 من ديسمبر، وهو يوافق الخميس القادم، في الخروج لتظاهرات أيضا ترفع شعار المدنية سلطة وحكم وترفض الشراكة مع المكون العسكري. يدعون إلى هذه التظاهرة ويرون أنها ستكون كبرى مع نهاية هذا العام، وأيضا هناك تكتيكات للإعلان عن تظاهرات قد تكون في شهر يناير، في محاولة للضغط على القوات الأمنية ومحاولة لإرهاق أيضا القوات النظامية لرفع هذا الشعار وللوصول للهدف الذين يرونه، وهو مدنية السلطة وأيضا الديمقراطية. هذه التظاهرات تقودها لجان المقاومة من خلال التنسيقيات وأيضا تجمع المهنيين السودانيين. أيضا المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير هو ثابت على موقفه من خلال دعم الشارع. سياسيا هناك أيضا حذر وترقب وانتظار لهذه المهلة التي وضعها الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بعد أن لوح باستقالته قبل يومين من الآن، ولكن هي فترة قليلة وضعها للقوى السياسية في محاولة للتسريع بإعلان هذا الميثاق السياسي الذي يضمن من بعده تكوين حكومة التكنوقراط وأيضا استكمال هياكل الفترة الانتقالية. هما خطين متوازيين داليا، الحراك السياسي وأيضا الحراك الميداني. ننتظر ما سيحدث في هذا الأسبوع، يتوقع المراقبون أن يكون هناك بعض الأحداث على المستويين ميدانيا وسياسيا. لو نتحدث قليلا عن المستوى الميداني أيضا رشا، هذه التظاهرات ليست كانت الوحيدة أو الأولى وربما لن تكون الأخيرة، هل بدأت تنطلق دعوات لتظاهرات أخرى في المستقبل القريب؟ نعم، منذ توقيع بين رئيسي مجلس السيادة والوزراء في 21 من نوفمبر انطلقت هذه الدعوات ل5 مواكب متتالية، بدأت منذ 6 ديسمبر وتنتهي عند 30 ديسمبر. هذا فيما يتعلق بشهر ديسمبر تحديدا، كانت 5 مواكب كلها ترفع شعار واحد وهو المدنية. هذه المواكب المتراتبة يقارنوها بما حدث في العام 2018 و2019، حينما تم إسقاط النظام السابق ب4 أشهر أو 5 أشهر. كان هناك جميع المحتجين في الشوارع لمدة شهور إلى أن وصلوا إلى هدفهم ما يبغونه. الآن دعوات للخميس القادم في 30 ديسمبر، أيضا تظاهرات ترفع ذات الشعارات. شكرا لك مراسلتنا رشا رشيد، كانت معنا من الخرطوم.